سعد من لبى النداء بهمة بصدق. من أهم الأعمال يا أخوانا اللي المفروض المسلم يهتم بيها جدا 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 هي النية. أنت إيه نيتك في الأعمال اللي أنت بتعملها؟ إيه نيتك في الطاعات اللي أنت تطيع ربنا فيها؟ إيه نيتك في القربات التي تتقرب فيها إلى ربك سبحانه وتعالى؟ نيتك أفضل من عملك، فنية المؤمن أبلغ من عمله. ليه؟ أنا ممكن أكون ناوي مثلا أن أعمل الطاعة دي على وجهها، أعملها عبادة صح يعني، لكن ممكن ما أقدرش أقوم بها كما ينبغي. فنية بتكون أبلغ وأفضل من العمل. فنوي الخير يكتب لك الأجر كاملا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا كتب له خير، ومن نوى شرا كتب له شر. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت انوي الخير، انوي أن تفعل الخير، وحتى لو ما قدرتش تأتي بهذا العمل كما ينبغي، لكن نيتك أفضل وأبلغ من عملك. ومن كرم الله عز وجل على الإنسان إن ربنا بيكتب أجر الإنسان كامل حتى وإن عجز عن القيام بهذا العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. إعلتهم حبسهم العذر أو حبسهم المرض. فالإنسان يا أخوانا لو كان مثلا من عادته إن هو بيقيم الليل، الإنسان ده مرض، تعب، ألمت به ملمة، ربنا سبحانه وتعالى بيكتب للعبد ده أجر القيام كامل طول مرضه، طول تعب. ده من كرم الله عز وجل على العبد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما. يبقى ربنا بيكتب لك الأجر كامل وانت تعبان، بيكتب لك الأجر كامل لو انت سافرت. بإيه؟ بنيتك. وقوام الدين على ثلاث أركان: القول والفعل والنية. والنية هي أفضل هذه الثلاث، لأنها كما قلت لك بتكتب للإنسان، ربنا بيكتب للإنسان الأجر كامل مكمل على تلك النية. فانوي الخير يكتب لك خير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم إخلاص النية وحسن الطوية. يا سعد من لبى النداء بهمة بصدق.